دكتور، نحن نعرف كذلك أن شخصية الرجل أو تكوينته تختلف عن تكوينة المرأة، فما هي الفروقات النفسية بين الرجل والمرأة؟ هذا يستدعي حلقة كاملة يا أستاذ ما شاء عدنان، الله، لكن نحن سنختصر. جميل. بيولوجيا الرجل مختلف عن المرأة من ناحية الجسم، يعني الجسم سبحان الله الجسم يختلف تماما عن جسم المرأة. صحيح. وكذلك سيكولوجيا المرأة تختلف عن الرجل من ناحية طرق التفكير، من ناحية الانفعالات، من ناحية إدارة الغضب، من ناحية الاستعداد، من ناحية الجاهزية. مثلا نضرب مثال على الاستعداد والجاهزية. أنا حرمة بعد المور باليوم ولا زوجتي العزيزة، دائما أقول زوجتي العزيزة، حثت الشباب ما تقول حرمة، تقول الأهل، قول نعم، زوجتي. بعضهم يقول البيت. بعد نقول البيت، البيت يتصل بك. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يتغزل بالسيدة عائشة، يقول لها عائش، الله، وأمام أصدقائه يقول لك لا تستحي، يقول عائش. طيب أنت وافقت الملكة يعني أمام حضور أمام ألف، ملأ. لكن تستحي هنا. فنتكلم عن موضوع الجاهزية والاستعداد. مثلا زوجتي نحن اليوم بعد المغرب بنروح نتسوق من المركز الفلاني، نعم، خليك مستعدة. يدخل زوج السيارة، بعد ينتظر. دقيقة دقيقتين ثلاث أربع خمس، ويروح يدخل داخل، حق رتيبنا تأخرنا. تأخرنا وانت ما حدثش وقت. يا حبيبي هي الاستعداد والجاهزية عندها غير، انت صحيح. عندك غير، انت تلبس دشتاشتك وتلبس كمتك وتركب سيارتك. نضرب مثال الجاهزية والاستعداد في الشراء، تلف 150 محل في النهاية تشتري من المحل الأول، بينما الزوج يفصل 20 سنة محل ثيابه ولا زال إلى اليوم. ميت، ميت الصاحب عاد لا يبيعه لك. هذا لابد كل مقبل أخي عدنان، لابد كل مقبل على الزواج أو حتى المتزوج يدرك بأن الاستعداد والجاهزية عند الرجل تختلف عند المرأة. كذلك كذلك طرق التفكير، نقطة أخيرة، هو أن الموضوع طويل جدا، طرق التفكير عند المرأة تختلف عن طرق التفكير عند الرجل. مثلا نتصور أن زوج وزوجته وطفلهم يمشوا في الشارع مثلا، طبعا عيون الزوجة وين؟ على الطفل، نعم. تقيس تراقبه، لا تقيس سيارة ولا تقيس شاحنة، وعيون الزوج ويش؟ ما ها منه شيء البر، يمشي قدام. يمشي قدام، يقول له خليه خليه حتى تحت الشاحنة ترى ما بيصيب شيء. صح. الرجل ما ها منه هذا الموقف، المرأة لها منها. نضرب مثال أخير، الرجل في السيارة سايرين مثلا طالعين رحلة، نعم. سمع الزوج صوت في السيارة، إيش يسوي الزوج؟ يوقف سيارة، يبطل بونيت السيارة، يكتشف، يدور، يشوف إيش المشكلة. طبعا ويمكن يكنسل الرحلة كامل، يقول صناعية. صناعية، والزوجة تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يا ولد الحلال ما مستدعي. لا حبيبتي مستدعي الأمر، أنت ترى تفكيرك غير في هذا الجانب، هو تفكيره غير بهذا الجانب. فبالتالي تقول دائما يشتكيا يشتكي، تقول يقول يهتم في موضوع أحسه تافه، ما تافه، هذه قد تراها أنت صغير لكن هي ترى عظيم وكبير، والعكس صحيح. طبعا هناك فروقات كبيرة أخي عدنان، فروقات في الحوار، فروقات عند المرور بمشكلة، اهتمام بالتفاصيل. بالتفاصيل. الزوج دائما سبحان الله أستاذ عدنان، يعني الحرمة ما تنسى، يعني الزوجة ما تنسى موقف استوالك، ممكن يعني تذكر لك بكامل تفاصيله. أيضا عند النقاش الزوجة تكلم لك عن موضوع وعدة مواضيع، نروح لعدة قصص، بينما الزوج صناديقي، الزوج المرأة شبكية في موضوع الحديث والنقاش، الزوج صناديقي، الزوج يكلمك عن قصة واحدة بعدين يقول لك هلكتني، هذا لا تتكلم، طبيعتها تتكلم. صح. وبالنساء يشتكي ان زوجي ما يتكلم، طبيعته ما يتكلم ترى. وبعدين اخر مثال اضربه، ان الزوج دائما يشتكي وتوصل استشارات كثيرة، تقول ما يتحدث معي، الزوج لا يتحدث، قليل يتحدث، اذا تحدث خارج البيت خلاص يرجع البيت عاد مخلص، صح، يعطي الزوج بعض عاد الرؤوس اقلام، استنفذ كل ما عنده، يستنفذ كل ما عنده فعلا. هي تقول لك ما يتحدث معي، او اذا وصيته بحاجه جيب فلان فلان جيب 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 مثلا، لو سمعت كذا يرد ان شاء الله، تقول له بس هذا اللي هذا اللي هذا عندك، اللي قدرت عليه. طبيعتك انت اللي انت تبي تتكلمي. لكني انا اقول في خلاصه الكلام ان كل واحد يدرس يحترم، جميل. انا احترم طرق تفكيرك وانت تحترمي طرق تفكيري، حتى ما يصير بيننا نوع من الاختلاف يؤدي الى حدوث مشكلات في المستقبل. جميل.